ما هو علاج الوسوسة وضيق الصدر؟ لذكر الله عز وجل. الوسوسة من الشيطان، فعلى الإنسان أن يذكر الله، يكثر من الذكر ويستعيذ من الشيطان الرجيم ويذهب عنه إن شاء الله. نعم. هل في هذه المقولة شيء لمن يقولون للشخص الله يلعن إبليسك؟ يعني كل واحد اللي هو إبليس خاص، هذا كلام ما له أصل. ولعن إبليس ما هو بحل، عليك أنك تتوب إلى الله ولا تلعن إبليس، لأن هذا ما هو بحل. إبليس ملعون، لو ما لعنته أنت هو ملعون، لكن عليك بلوم نفسك، لا تلوم إبليس، لوم نفسك أنت، أنت المخطي وأنت اللي، فعليك بالتوبة وأن تلوم نفسك وتعوذ تستعيذ من إبليس ومن الشيطان. ولا إبليس يفرح إلا منك لعنته ولمته، يفرح بهذا. نعم، يقول أنا أغويته، إذا لعنته ولمت إبليس يفرح، يقول أنا أغويت ابن آدم، لكن عليك بالتوبة والاستغفار والاستعاذة من الشيطان ومن الشياطين الإنس والجن. نعم.